السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هند أحمد من صفحة نودزون. إن شاء الله هتكلم في المحاضرة دي عن الماسك. إيه هو الماسك وإيه هي وظيفته وبيعمل إيه؟ نتخيل ده الشكل اللي عندي هو إيه الستار. هنظبط كده إيه البوزيشن بتاعه. ده شكل عندي عبارة عن ستار، هكبره كمان شوية. لو انا حبيت اعمل ماسك هنا هعمله ازاي؟ هاجي من هنا، شايفين الادوات دي اللي هي الادوات الخاصة بالشيب، وهي هي برضو نفس الادوات اللي عن طريقها هعمل ماسك. طب ازاي؟ طيب لو انا حبيت مثلا استخدم هنا اليبس تول اللي هي الدايرة، هدوس هنا، شايفين هنا كرييت شيب وهنا كرييت ايه ماسك. لو دوست هنا عملت مثلا كده هيعمل لي ايه شيب اليبس، بس انا مش عاوزه كده، انا عاوزه اعمل لي ايه ماسك. هدوس على كرييت ماسك، ومن هنا هعمل ماسك بس على ايه شكل الدايره. عشان تطلع مظبوطه هدوس كنترول وشيفت كده. كده انا عملت ماسك، ظهر هنا ماسك 1 مكتوب هنا اد. طيب انا لو قلت له نون معناها ايه النن؟ النن يعني مش هيبقى فيه اي تأثير للماسك، يعني كأن الماسك ده اساسا مش موجود. موجود اه بس ملوش تأثير، نن يعني ما تعمليش اي حاجة. طيب لو قلت له اد معناها ايه؟ يعني اظهر لي اللي ايه اللي جوه الماسك نفسه. انا عندي الماسك على شكل دايرة، يبقى هيظهر اللي جوه الدايرة بس. لو قلت له سبستراكت يعني هيظهر الخارج الدايرة بس. ده كده الماسك باختصار. طبعا في حاجات تانية بس بتستخدم اكتر في حالة لو ايه لما يكون عندي اكتر من ماسك هنا. ده كده ايه هو الماسك وانا بستخدمه ازاي. طيب انا عندي هنا تطبيق صغير، اشيل بس ده. ده تطبيق على الماسك. طيب نشوف بقى هنعمله ازاي دلوقتي. لو جيت وعملت نيو كومبوزيشن، قلت له هسميها مثلا زمان كومب، وهكتب هنا خلي بالكم ان نوع الخط بيفرق كتير جدا في الشكل، يعني ممكن يكون الديزاين جميل جدا شكله حلو بس الخط مش حلو، فتلاقوه تلاقوا الفيديو طالع مش قد كده. انا اخترت حاجة بالشكل ده، ممكن اصغره شوية. لو حبيت أطوله ممكن أطوله حاجة بسيطة. أعتقد كده كويس جدا، حجمه كده مناسب. طيب تمام، هعمل بقى ايه هنا؟ انا عايزه اعمل ماسك بس في نص الايه، يعني عايزه اقطع الايه نص كلمه نود زون بس نصها. طيب يعني نود زون تتقسم لايه لنصين. طيب هعمل ده ازاي؟ هاجي من عند هنا ايه ريكتانجل تول وهرسم ماسك بحيث انه يكون. لو عملت كده كنترول ار هنشط بقى ايه الرولر دي واجيبه لحد هنا كده. لحد هنا كده. طيب تمام، هجيب بقى الماسك
ريكتانجل تول. طب هو ليه هنا منشط ليش يعني لا دي نشطة ولا دي؟ عارفين ليه؟ عشان دي اساسا ايه layer خاصة بالتكست، لكن اللي فاتت كانت ايه layer بتاعت shape. فانا ممكن في في layer خاصة بالshape ممكن اعمل عليها shape وممكن اعمل عليها mask. طيب اشيل كده Ctrl R علشان اشيل، اعمل كده لو طلعت كده فوق شوية. كده اعتقد ان هي بالظبط في النص. هسمي ده مثلا داون عشان اعرف ان ده اللي في الجزء الايه السفلي يعني من تحت، وهعمل كنترول دي واسمي ده ابر، وهدوس ام علشان يجيب لي ايه الماسك، واقول له ايه سبستراكت يعني هيجيب لي ايه الجزء التاني. لو شلت ده كده، لو شلت ده كده كده تمام جدا. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عاوزاهم يظهروا ازاي؟ انتوا فاكرين؟ بدأت تظهر كده بالشكل ده من بره لجوه. طيب همشي 10 فريمات، هحدد هنا الماسك باص، وحدد هنا ايه الماسك باص، وادوس ايه يو هنا وادوس يو هنا. طيب وبعدين ممكن شيفت 10 20 30 40، 40 فريم مثلا، وحدد هنا وحدد برضو ده هنا. ده كده ايه الشكل ايه النهائي. بس نرجع كده قدام، وعايزاه ده يطلع لفوق وده يطلع لفوق. طب بصوا هروح كده محددة، دوست كده هنا على الماسك ده كده اللي تحت، انا عاوزاه ينزل لايه لحد تحت هنا. هدوس هنا كده واروح سحباه لحد كده كده كويس جدا. طيب وده هدوس دبل كليك، على الماسك برضو سوري، مفروض اطلع بده لحد هنا كده كده تمام. لو شفنا كده حلو جدا. احدد الاتنين كي فريمز دول وادوس F9 علشان اعمل لهم سرعة. وخليها بالشكل ده يعني سريعة، بعد كده هتبقى بطيئة. نشوف كده تمام. طيب وبعدين كان بيظهر ايه؟ كان بيظهر لاين من هنا ولاين تاني من هنا. هرسم دلوقتي ريكتانجل تول وهيكون لي ستروك، مش عايزة لي فيل. مثلا بالشكل ده طبعا اظبطه بحيث يكون في السنتر بالظبط تمام جدا. لو شلت كده التايتل ده، تايتل اكشن تيب، ممكن برضو اشيل ده واشيل ده، مش محتاجة حاليا. طيب هعمل ايه بقى؟ لو سميته باسم لاين وجيت من هنا قلت له add trim boss، trim boss ده هو اللي هيخليني احركه بالشكل اللي انتوا كنتوا شايفينه هنا اللي هو ده، حركه كده. طيب ازاي؟ هفتح trim boss. الاول هخلي دي في start وفي end. لو انا خليت الاند دي ممكن برضو ايه اشتغل على start، بس انا ممكن دلوقتي ايه اشتغل على الاند. مثلا دي هتعمله ايه كأنه ايه نص الريكتانجل بس
يعني هخليه هنا اي 50% عشان يبقى نصه. لو انا خليت ده 100 وعملت ده 50، هي برضو خليته ايه نصه بس. تمام، هشتغل انا مثلا دلوقتي على الانت 50. طيب هحركه بقى دلوقتي ازاي؟ قبل ما احركه انا عايزه اظبطه بحيث ان هو يكون ايه يعني هنا كده في النص. طيب هدوس كده كنترول ار وهنزل كده بحيث ان انا عايزه جايد ليا. طيب هاجي هنا من اوفست واحاول اظبطه شويه. لسه كمان شويه، ولا قلت له 20؟ يعني لو قلت له 20.5 كده الاتنين هنا قد بعض. تمام تمام جدا. طيب حركه بقى عن طريق الانت، نعمل هنا كي فريم. عايزه اشوف الكي فريم اللي هنا، خليه مفروض هنا برضو. وهنا هخليه بصفر، شايفين؟ بس ممكن ايه نخلي الكي فريمز ده ايه قدام شوية. لاحظت انا دلوقتي عايزة اللي خليت اللاين هو ايه اللي يخلص قبل كلمة نوت زون. ادوس F9 برضو واعمل نفس السرعة. بعد كده دبليكيت كنترول دي و ار، وهخلي هنا الروتيشن ب 180 درجة. نشوف كده، جميل جدا. ده انا مش محتاجاه دلوقتي. طيب كان في ايه تاني؟ كان في ايه تاني؟ كلمة نود زون هي طبعا دلوقتي انا قسمتها نصين، الجزء ده والجزء ده. اللي فوق، الجزء اللي فوق هيطلع لفوق، والجزء اللي تحت هيطلع تحت، هو طبعا باللاين ده اللي هو اللي فوق. طيب غير كده، غير انه هيطلع فوق، هتظهر هنا في النص لما كلهم، لما الجزء ده يطلع فوق والجزء ده ينزل لتحت، هيظهر هنا ايه في النص ايه جملة او كلمة. طيب ممكن نكتب دلوقتي ايه الجملة دي، ممكن نكتب مثلا موشن ديزاينر، حددها كده واخليها طبعا في النص. هي تعتبر على قدها بالظبط، يعني المساحة بتاعتها كويسة. طيب كده تمام. وبعدين هدوس يو عشان اشوف الكي فريمز بتاعتي. خلصت لحد هنا، ده كده اخر كي فريم. هدوس على بوزيشن عشان احركهم عن طريق بوزيشن. ده انا مش عايزة البوزيشن بتاع ده، كلهم كده ايه بوزيشن. هدوس عليهم كده كلهم بوزيشن وامشي. امشي قد ايه؟ 10 20 30، وليكم 30 فريم. ابر هيطلع لفوق قد ايه، داون هيطلع لفوق قد ايه. لو جيت كده عند ابر يعني بالعين كده هتبقى ايه فوق الكلمة بالظبط، وتحت تبقى تحت الكلمة بالظبط. طيب كده جميل جدا. اللاين برضو القبر هطلعه، لا مش ده اللاين الاولاني اللي هو ده، يعني حق بالعين. لو انتوا عايزين تعملوا جايد اعملوا جايد، طبعا هيبقى افضل لو اتعمل بالجايد. نعمل جايد، نعمل جايد.
اعتقد كده مظبوط. لو حددتهم كلهم كده ودوست F9 عملت برضو نفس السرعة، لو قلت له فت لو جينا بقى كده نشوفهم كلهم طبعا كلمة موشن ديزاينر ظاهرة في الأول. طيب أنا دلوقتي مش عاوزاها تبقى ظاهرة في الأول، هعمل ايه؟ أول حاجة هاجي من أول هنا هدوس Alt وحرف الجيم، تمام، واعمل لها ماسك، هدوس على ريكتانجل ده واعمل لها ماسك. على قدها بالظبط. طيب تمام، المفروض ان هي ايه هتظهر هنا. احدد ايه الماسك، ماسك باص، ونرجع للاول هنا وهنحدد الماسك، ندوس عليه دبل كليك. دي حاولوا بقى تركزوا فيها شوية كده عشان تظبط. جيت هنا عملت كده، تمام. لو دوست كده كأن كلمة نود زون دي هي اللي بالايه، هي اللي بتشد الكلمة كأنها هي اللي بتطلعها. برضو هعمل لها نفس السرعة كده، حددهم كلهم، نشوف بقى كده. ممكن من فيو اقول له ايه اشيل شو جايدز دي واعمل كنترول ار عشان يشيل كنترول ار، واشيل برضو التايتل اكشن، تمام كده الحركة مظبوطة وتمام جدا. طيب هنحددهم كلهم كنترول وشيفت وسي، ممكن نسميها تايتل مثلا، ودوس. هي الحركة خلصت لحد فين؟ لو دوست يو كده دي كده آخر الحركة. طيب لو عملنا 10 20 يعني كده هتبقى آخر الحركة هنا، يعني أنا عاوزاها كمان ايه تقعد 20 فريم، تثبت 20 فريم لحد هنا. انا دوست الت وحرف ايه الدال علشان عايزاها ايه، عايزه تكون بالحد هنا بس. ليه؟ لان انا عاوزاها ترجع، عاوزاها ايه تعمل ريفيرس. ازاي؟ لو دوست كنترول دي، كنترول دي من الكومب، قلت له لير تايم تايم ريفيرس لير، هيعمل ايه؟ حط دي كده هنشوف دلوقتي هيعمل ايه. دي كده عادية، هيرجع كده ايه بالتايم، هو ده اللي انا اقصده بتايم ريفيرس، كأنه بيعيد اللير تاني بس ايه من ورا، يعني بيرجع من ايه من ورا لقدام بالتايم بتاعه. طيب ناقص ايه؟ انا ممكن بس اعمل خلفية نيو سوليد، قوله بي جي اوكي، طبعا هتنزل تحت من افكتس. ممكن اختار ممكن جريديانت رامب، هيبقى كويس ده كده لينير، هخليه راديال علشان يبقى بالشكل الراديال ده دائري. هعمل السويب كولورز
وخلي اللون ده لون تاني وليكن بالدرجة دي. بس عايزة انزل ده ايه تحت كده شوية. لو نيجي نشوف بقى الانيميشن كده ككل، جميل. ودي كده وبكده تكون انتهت محاضرة النهاردة. أتمنى تكونوا استفادوا إن شاء الله، ومنتظرة تطبيقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.